تحية طيبة وأهلا وسهلا بكم متتبعي موقع بالبريس. نجتمع اليوم في رحلة رمضانية نستضيف فيها شخصية استثنائية وخاصة كرست حياتها لخدمة وطنها وشعبه. معنا ومعكم السيدة السفيرة جمانة غنيمات، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المغربية. أهلا وسهلا بك سيدة السفيرة غنيمات، شكرا لك لتلبية دعوتنا. وبداية أول شيء نود أن نبارك لك الشهر الفضيل، ونحن جد سعداء لاستضافتنا لديك هنا في مقر السفارة. شكرا، أهلا بك سيدة رباب، أهلا بالفريق الفني. بتشرف فيكم بوجودكم ببيت الأردن، وبتشرف بوجود فريق بلبرس في مقر إقامة سفير المملكة الأردنية الهاشمية. وللأمانة صحيفتكم من الصحف المهمة الريادية المميزة التي تبحث عن الحقيقة وتبحث عن التحليل وعن المعلومة، وهي ذات هوية وطنية بامتياز. فأهلا وسهلا فيكم في بيت الأردن، ويا مرحبا بكم، رمضان كريم ورمضانكم مبارك دائما وأبدا. شكرا لك سعادة السفيرة على هذه الإشادة بالموقع. بداية نود أن نتعرف عليك أكثر وعلى مسيرتك الدبلوماسية وعلى المناصب التي شغلتيها قبل أن تتولي سفارة المملكة الأردنية في المغرب. أنا سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية منذ حوالي عامين ونصف. قبل ذلك شغلت موقع وزير الدولة شؤون الإعلام وناطقة رسمية باسم الحكومة. في هذه الأثناء أيضا كلفت برئاسة لجنة تمكين المرأة، وهي لجنة حكومية تتولى ملف المرأة وتحسين كل ما يتعلق بأحوال النساء في المملكة. وقبل ذلك اشتغلت لأكثر من عقدين في مهنة الصحافة المكتوبة، وتوليت موقع رئيس التحرير أهم الصحف الأردنية، وكنت أول سيدة عربية ترأس تحرير صحيفة يومية عربية شاملة في المنطقة العربية. فهذه المسيرة امتدت لعقود من الإعلام إلى والكتابة والصحافة وكل ما يدور في فلك هذه المهنة من سياسة واقتصاد ومرأة وحقوق وغير ذلك، مرورا إلى وصولا إلى موقع وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة. والآن أنا أتشرف بأن أكون ممثلة جلالة الملك عبد الله الثاني سفيرة للمملكة الأردنية الهاشمية في بلدي الثاني المملكة المغربية. هذا باختصار وسريع يعني لهذه المسيرة. طيب، قلت أنك مدة سنتين وأنت تشتغلين كمنصب سفيرة لدى المملكة الأردنية في المغرب، أريدك أن تذكرينا بأول مرة جاءك خبر تعيينك في المغرب، كيف كان إحساسك وبماذا كنت أنذاك تشعرين؟ بصراحة كل يعني الخبر سعيد، وأهم من أنه خبر سعيد هو خبر فيه تقدير، تقدير من بلدي، من ملكي، من حكومتي، أن أمثل مملكتي لدى مملكة شقيقة وقريبة تربطها بالأردن علاقات وثيقة وقوية، علاقات تضرب في عمق التاريخ، يعني بدأت مع المرحومين الحسن الثاني والحسين رحمهم الله، وهي مستمرة أيضا في ظل صاحبي الجلالة جلالة الملك عبد الله الثاني من الحسين وأيضا جلالة الملك محمد السادس. فهذا تكريم ومسؤولية في ذات الوقت، لأنه العمل العام أينما كان في أي موقع سواء في السفارة أو في الوزارة أو حتى في الإعلام هو عبارة عن مسؤوليات يحملها المرء على كاهليه، وعليه أن يقوم بها بكل أمانة. فتعييني سفيرة في المغرب، المغرب بالوجدان الأردني، بالوجدان في ذلك المشرق البعيد، قريب وحاضر، والأردنيون بطبيعة الحال يحبون المغرب. فأنا مثل كل الأردنيين فرحت وسعدت أن أكون سفيرة لبلدي في المملكة المغربية. طيب، كيف ترين دورك كسفيرة لدى المملكة الأردنية بالمغرب في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة أن العلاقات بين البلدين هي علاقات متينة وتاريخية منذ التاريخ،
تجمع روابط قوية، حتى أنهم يتطابقان في عدد من القرارات على الصعيد الإقليمي والوطني والدولي كذلك. بطبيعة الحال كما قلت، يعني العلاقة مميزة على مستوى القيادتين، هي علاقة وثيقة وهناك دائما تنسيق على في مختلف الأصعدة، يعني على مختلف الملفات. التنسيق الأردني المغربي حاضر، الدعم، التنسيق، العمل المشترك، تطابق المواقف في العديد من الملفات التي تهم بلداننا العربية، هذا موجود بطبيعة الحال. ماذا يعني ذلك للسفير؟ ذلك يعني أن هذا الموقع على يسره وسهولته، إلا أنه موقع صعب. لماذا؟ لأنه أنت عليك أن تنجزي فوق ما هو منجز، وما هو منجز كثير. يعني العلاقات السياسية في أحسن أحوالها، العلاقات الثنائية في أفضل حالاتها أيضا، وبذلك تصبح مهمة السفير أن يبحث في التفاصيل، يعني أن يركز على ملف الثقافي مثلا، الاشتباك التنسيق يعني الثقافة، السياحة من الملفات التي أيضا أعمل عليها، وبالتالي الدور كبير، المسؤولية كبيرة، حتى أخدم بلدي وأخدم جاليتي وأيضا أخدم المغرب. لأنه السفير بالنهاية، يعني سواء السفير الأردني في المغرب أو السفير المغربي في عمان، كلاهما يسعى إلى تعزيز هذه العلاقات وإلى تطويرها وأخذها إلى مكانة أفضل، تحديدا في الملف الاقتصادي، لأنه نحتاج أن نركز عليه بشكل أكبر. حاليا ما هي أبرز أوجه التعاون بين البلدين، المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية؟ التعاون كبير بالملف السياسي، التنسيق دائم يعني بين صاحبي الجلالة، بين وزيري الخارجية أيضا، التنسيق دائم في مختلف الملفات، المواقف الأردنية في دعم أيضا كل ما يتعلق بالمغرب أيضا حاضر. الأردن من الدول الأول التي افتتحت لها قنصلية في العيون منذ سنوات، المواقف الأردنية دائما داعمة للمواقف المغربية، وكذلك والعكس صحيح أيضا. يعني من الملفات المشتركة ملف القدس، يعني اليوم يعني ونحن نشهد ما يحدث في غزة، أيضا التنسيق دائم فيما يتعلق في القدس والمقدسات، كون جلالة الملك عبد الله الثاني هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأيضا جلالة الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس. وبالتالي هذه الملفات الثنائية التي يعني يعمل علي يعني يشترك بها البلدين. أيضا هناك الموروث التاريخي، القيمي، الثقافي، هذا كله مهم أن يتم تعزيزه وأيضا يتم البناء عليه بين البلدين. طيب، شكرا لك على هذه الإيضاحات. ننتقل إلى الفقرة الثانية حاليا. تمام، شكرا. شهية طيبة، معاليك سفيرة، طبعا أنت قلتي مدة سنتين وأنت موجودة في المغرب، كيف تحسين أجواء رمضانية في المغرب؟ الأجواء الرمضانية بالمغرب فيها روحانيات عالية، يعني تحسي في حالة سكون، في روحانية عالية، في طقوس مختلفة حتى بطريقة تقديم الإفطار، طبيعة الطعام بطبيعة الحال، فالعادات اللي بيقوم فيها المغاربة برمضان تختلف عن طريقتنا احنا. يعني بطبيعة الحال في روحانيات، في مواضيع الصلاة، الدروس الدينية، الدروس الحسنية. اليوم تشرفنا أيضا، كنا مع جلالة الملك محمد السادس، حضرنا الدرس الحسني الأول، ففي هاي الروحانية العالية، هذا ما يميز المغرب. وأيضا يعني إذا بدنا نحكي عن التفاصيل، عن الطبق المغربي، شهية وطيبة الأطباق المغربية أيضا يعني نتعرف عليها أكثر وأكثر برمضان بطبيعة الحال. ذكرت الأطباق الرمضانية المغربية، يعني هل تقومين بإعداد أطباق مغربية؟ ايه طبعا، احنا مطبخنا بنعمل المغربي وبنعمل الاردني، بحسب الضيوف اولا. يعني اذا ضيوفنا مغاربه بنحب انه يتذوقوا الطعام الاردني، اذا ضيوفنا اردنيين بنحب يتذوقوا الطعام المغربي، لحتى تصير هاي تشابك، لانه حتى الطعام ثقافه.
لأنه هذا إجا من بيئة وإجا من سياق تاريخي، وبالتالي يعني إحنا اليوم مثلا بنضيفكم أكلة المنسف، وهي قصة كمان مهمة، يعني أكلة المنسف إلها تاريخ وإلها سياق. طبعا بنقدم الطعام المغربي، أول يوم برمضان تناولنا الحريرة بطبيعة الحال، طاجن حاضر دائما. أنا بالنسبة لي بحب الرفيسة كتير، من أطيب الأكلات. بحب المدفونة كمان أيضا، هي متواجدة في الشرق، في الشرق أيضا من الأكلات موجودة هون. أنا أكلتها في الرباط المدفونة، يعني فعلا كل الطعام المطبخ المغربي طيب وشهي، فمن ضيفه منقدمه منتعلمه ومنحكي عنه للناس بالضرورة، بطبيعة الحال بالضرورة. طيب ليلة القدر كيف كتكون عندكم في الأردن؟ يعني كيفاش كتدوزوها في الأردن؟ ليلة القدر من الليالي اللي الناس يعني بيقيموها طول الليل، بيكون صلاة ودعاء، بيكون أيضا تقديم طعام بالمساجد، العائلات بتحضر الطعام أو العصائر أو بترسلها للجامعات، لأنه بيكون الناس بحالة ابتهال وتهجد ودعاء وتقرب، وبكون دائما يعني هي يعني ليلة خير من ألف شهر، فبالتالي بتكون هاي الأجواء روحانية حاضرة، الدعاء حاضر، الصلاة حاضرة بطبيعة الحال، الناس بيبقوا للمساجد حتى ساعات الفجر يعني. العائلات يعني بتكون حتى وجبة الإفطار على سرعة، يعني تتناول وجبة الإفطار، وفي منهم أيضا من يبقى يعني يقيم في المساجد. يعني الله ان شاء الله نشهدها يعني. وهون بالمغرب ايضا اجواء كتكون جميله، كتكسر من الروتين السنوي، يعني صحيح. كيجي رمضان كتكسر الروتين. انا صراحه اثار انتباهي لباسك، يعني هو جاني بحال ميكس بين الجلابه المغربيه و تطرز ثوب الأردني، ولكن طرز أظن أنه أردني. هذا إحنا بالتطريز بنسميه المدرقة، فهذا أنا عملت خليط بين المدرقة والجلابة، يعني تطريز أردني، العمل اليدوي أردني، والقماش والموديل مع القب مغربي، فأيضا جزء من دمج الثقافات، ولبسته بهالمناسبة قصدا يعني. جميل جدا. لأنه كلما تمازجت الثقافات، كلما اشتبكنا مع بعض بتطلع الصورة أجمل وأبهى، تعطي صورة العروبة. صحيح. شكرا لك معالي سفيرة على ضيافتك. ككلمة أخيرة في حلقتنا هذه، ما هي رسالتك للشعب المغربي أو سواء الأردني أو العربي خلال هذا الشهر الفضيل؟ برحب فيكم، بحكي لكم مرة تانية أهلا وسهلا فيكم ببيت الأردن، وأهلا وسهلا فيكم بإقامة السفير المملكة الأردنية الهاشمية في المغرب. أنتم ضيوف أعزاء، وأنا في المغرب لا أشعر أنني في الغربة، أشعر أنني بين أهلي، بين أخواني، أخواتي، صديقاتي. أنا بمدة قصيرة يعني شكلت شبكة من العلاقات، من الأصدقاء والصديقات في المغرب، والأخوة والأخوات، وهذا إن دل على شيء بدل أيضا على أصالة الشعب المغربي، وعلى إرثه الكبير، على كرمه، على انفتاحه، على ترحيبه بنا كأردنيين في المملكة المغربية. الرسالة في هذا اليوم أقول يعني عسى أن يحل السلام على أهلنا في غزة، وأن تتوقف هذه الحرب التي تقتل وكل يوم وتستهدف النساء والأطفال. الدعاء في هذا الشهر الفضيل أن تتوقف ماكينة القتل، وأن تنتهي الحرب، وأن ينعم أهلنا بفلسطين كلها، في القدس وفي الضفة وفي غزة أيضا، بالأمن وبالسلام، وأن يتحقق لهم ما يطمحون إليه بإقامة دولتهم على أرضهم ووفق الشرعية الدولية. وأتمنى أيضا أن يبقى السلام والرضا والطمأنينة للأردن وللمغرب، وأن ننعم وأن يديم هذه النعم علينا، فالأمن والأمان نعمة
لا يشعر بهما إلا من فقدهما. كل عام وأنتم بخير، وكل رمضان وأنتم بخير، ومرحبا بكم مرة أخرى في بيت الأردن. شكرا جزيلا سعادة السفيرة، نشكرك جدا لتلبية دعوتنا واستضافتنا لمقركم هنا في الرباط. أنا بدي أدعوكم لتناول المنسف. إن شاء الله. لازم تحكوا للمشاهدين عن المنسف. ما بعد الأطباق الموجودة؟ الأطباق هذا حمص، هذا متبل، وهي شوربة العدس، وشوية كبة رز، وكبة وهذا الصراحة اللي لازم يعني نحكي عنه شوي. هذا اللبن، بس مش اللبن المعروف يعني في المغرب. هذا اللبن بيخضع لعملية تصنيع من حليب الماعز، يخضع لعملية عادة كانت تقوم فيها النساء. الفكرة منه كانت أن يتم أن العثور على طريقة لتخزين اللبن، وبالتالي الحليب يصنع ثم يتحول إلى لبن، ثم يتم يعني فصله عن الماء وعن الزبدة التي فيه، ويتم أيضا تجفيفه ويصبح كرات كالصخرة. عندما نريد أن نطبخه، أن يعاد طبخه، تتم إعادة إذابته، ويتم غليه بلحم الضأن الغنم، ويقدم إلى جانب الأرز كما ترونه على السفرة. فإحنا بنعتز كثير كأردنيين بأكلة المنسف، وبنفتخر بأكلة المنسف، نقدمها بكل مناسباتنا في الفرح وفي الحزن لا سمح الله، وهي تعبر عن ثقافة وعن تاريخ أيضا. يعني لهذه الأكلة حكاية طويلة، ربما في مقابلات أخرى نتحدث عنها. صراحة لقاء معك يعني جدا، ما زال في جوابتك الكثير معالي السفيرة لتحكيه لنا. نتمنى أن نلقاك في فرصة مقبلة إن شاء الله. أتشرف بكم. أهلا وسهلا بالبرس في بيت الأردن. إن شاء الله. شكرا جزيلا لجميع الحاضرين في على هذه السفرة الرمضانية، ونشكر كذلك فريق بالبرس التقني، وكذلك نشكر الجمهور لمتابعتنا، وشكرا جزيلا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.